هذا أبو هادي يقول: فضيلة الشيخ صالح، ما حكم المبالغة في الديات حيث يطلب مبالغ خيالية ويعجز الآخرون عن دفعها؟ هذا من المشقة على الناس، وهذا مما أحرج المسلمين، وهذا مما ضيع القصاص، إقامة القصاص صار تجاريا الآن، يباع ويشترى. الأفضل والأولى أن يعفو بدون شيء، من عفا وأصلح فأجره على الله، وإذا كان ولا بد يريد المال فليأخذ بالمتوسط، متوسط المال الذي لا يجحف بالقاتل الجاني أو بعاقلته أو بأقاربه، وإنما يكون مالا متوسطا. نعم.